ومتلقع جوا. يا شحاته شحاته، كرم هيرتكب جنايه، راح يضرب مدرسه في حالها. يضرب مدرسه كيف يعني؟ طلبت لجنه الشؤون الدينيه والعقاب بمجلس الشعب بانشاء قناه فضائيه اسلاميه مستقله تثبت برامجها باللغه الانجليزيه. انا كرم غباوه جيت يعني نهدى ونثبت. اتفضل يا راجل. اي حد هيتحرك من مكانه هغزه غزه دي بقدمه وتبقى عليها مستديره. انا عايز المدرس اللي اسمه مسعود بتاع الفيزياء يطلع قدامي هنا في القناه. ايه مسعود بتاع الفيزياء؟ اهلا. اي بنت لمس ده اسمها اللي اسمه مسعود ده ترفع ايدها. يا حنين كل واحده ليها حاجه عنده تاخده وقت قبل ما امشي. يلا يا بنات يلا يا بنات يلا يا بنات خدوا حاجتكم يا بنات. اضرب يا رشا اضرب يا رشا مش حاسس اضرب. نادي راجل خلوهم يربوه عشان يحرم يعمل كده في بنات الناس. كل المدرسين والفراشين امسكوا المجرمين دول. ارجع ارجع مش عايز اعور حد ولا اذي حد. انت شايف ان حكايتك مع البيت انج دي غريبه شويه؟ ليه يعني؟ يعني البيت لسه صغيره وانت عمرك كد عمرها يجي مرتين ونص تقريبا. يا عبيط انا عندي وجهه نفر. اي بيت تفكر تتجوزها النهارده يا تلاقيها قلب عداد يا تلاقيها مخيشه. قلت اقصر المشوار واخد بيت على الزيرو. ده دي دلاند اهدي اللي تتضامن وتربيها على ايدك وتفهمها اللي انت عايز تفهمه لها. من الاخر عدينا وتشكلها على مزاجك. الله يمسك بالخير يابا. اقول لك البطيخه اللي ما اتفتحتش شبع التخبيط. طب يلا يا اخوانا عشان نقطع البضائع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عدي 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 عدي. علي النعمه انت ما بتفهم. بقى تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيله. يا بت افهمي نجاح دي سابتنا امسك ايدها ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من شرف وانت الخسران. المثل هيقول اقفل الجدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقف وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا دازمه يا بنت الدبانه بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لسيح عظمك. ورحمه ابوك وامك لو مديت ايديك عليا لكم مكسره البيت علي فيه. كسريه. هكسر حبيبه قلبك دي. لا 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 خلاص خلاص انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. مساء الفل يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه؟ كرم بتاع الكارته. ازيك يا ابله هندي؟ اندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا من اللي دمبيها. طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخوي؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها بس بسرعه حتى ابوك الاحسن سلام الموقف لوحديه. حجاج اللي اوله شرط اخره نور. انا اتفقت مع كرم انها هيخليها تخلص علامه وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله بس هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما انا مش تلميذ ده انا فريز. انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. انا جاي السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 سنين. ايه؟ وصلت الطلبات لأصحابها؟ ايوه. طبعا لو خدي فاكهة البيت وديها دكاكين العصير لحسن تبوظ. اتهوى واشرب بجماب وبعدين اطلع تاني. مش شايف العرق قد ايه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلي، خلص خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتليل. ما عندك شحطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابويا سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لايف، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. زريله، خبطوا ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك الكبير. خلاص يا سالم حاج الخير. بعد الدنيا عليك. كل خدمة شرف انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه؟ ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات، يا اصيله يا اخت الرجاله. عاجبك الكلام اللي بتقوله اختك يا معلم طلب؟ ما تختش يا بنت عامله راجلك زي الناس، قلت الادب بتاعتك دي. راجلي؟ شلها يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ دي ارضك. ده احنا بنبوس ايدينا وش وظهر كل يوم عشان سايبها لنا نسترزقوا منها ونتستروا فيها. ما كفاكش ارض ابوك ان الثوره خدتها وفرجتها على المخاليل. وقتها كنت زعلان. لكن دلوقتي
بقول والله كان عندهم حق. انا ما بديكش صدقة، انتوا ليكوا حق في الارض دي اكتر من ابني اللي ما بوريناش وش ولا كل 5 سنين مرة. يلا يا نجاح هاتي بقيت الوقت. هو يعني كان هيخس عليه ايه لو كان اداكوا بقيت اتنين دي بالطول؟ ما ولده هادد على بلاد بره ومعايز يردع. يا سلام يا ولاد، لو كان ده حصل كنا بنينا عمارة عينك. ما تخرس يا واد منك ليه؟ انتوا ايه؟ ما بتشبعوش؟ واحنا كنا طايلين، بقينا اصحاب ملك وبرضه مش عاجبكم. اهو بقى صاحب ملك اهو. بتقولي ايه يا بت يا بيسه؟ ولا حاجة يا بل حاجة. مش انت بس اللي مستعجلة، انا كمان. الخميس الجاي يا كرم احنا عنديكم عشان نقروا فتحة بيسة. وانا يابا؟ انت ايه؟ قلت لك يابا انا عايز اتجوز. وانا قلت لك يا سالم هنروح البلد ونجي لك عروس. ماشي يابا، من الواجع من قعر الجف. شحاتة احسن منك، شحاتة متعلم عنك، شحاتة ضفروا برقبتك. يابا حرام عليك، دي انا ولدك بردك. يا اخي حرمت عليك عيشتك كلب. مبروك يا شحتة، مبروك يا بيسة. ربنا يخليك. يلا يا أولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم، وانت يا شحتة أجازة بكرة عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا أبو الحاد؟ وإحنا لحقنا، دي يا دوبك فاتحة. أنا منى عيني أشوف شحتة عريس وأشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا أبو الحاج، وتعيش لما قلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيرة ونضرب بعض. نضرب بعض كيف؟ زي ما بقول لك كده وحتشوف. شد شد يا بطل، شد يا رادل. خبر ايه يا عريس؟ فاكر مش ضربته كتير؟ بس يا بنت انت، ده كلام بيننا وبين بعض. رداله رداله يا شحاته. شد شد يا ابو نسب. الله فين الصحة؟ فين انت هتنام ولا ايه؟ خبر ايه؟ شد شد عشان تفوق. ما تقوم يا بيت شغل لنا مزيكا بدل الديله دي، حط لنا حدا فريحي. شد يا بطل، شد يا معلم. عظمة. سمعت نكتة الاسانسير؟ لا. يبقى انت كنت طالع على السلم. شد يا رادل. الله شد، انا هظبطك. قوم يا بيت ترقص العريسة. ما تختش يا كرم. قومي يا بيت على الطلاق. لا تقومي وإلا هرجع في الفتح. نزل Ha ha ha.
تقلب بجد. ما تقلب هتعمل ايه يعني؟ مش هكمل. هتكمل ليه؟ ما تسيب بيسك. انت بتكرهني؟ بيني وبينك اخواتك، وانا بيني وبينك بيسا. وبيسا نرادك يقدر يحميها. اضرب، وريني الرجولة. اضرب. بس يا حبيبي عشان خاطري خلاص. كلام رجالة. شطر علي انا، روح شطر على اخواتك اللي مرمطينك في وسطيهم، وهيمرمط اختي دي معاك لو انا دوستها لك. انت عارف اني اقدر اقطعهم حتت، بس ابقى حمار لو عملت كده، لانهم اخواتي، اخواتي من صلب ابويا المعلم حجاج اللي علمنا كيف نكون اصله. لكن انت مش اصيل يا كرم، نسيت افضل المعلم حجاج عليك، اللي لولاه كان زمانك بترمح ورا الحمير في البلد. لا ابوك ليه فضل عليا، ايوه، بس ما اتحبسش بدالي، ما خربش في الاجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان